دوزيام اني اس في تي زيام بي اس في تي و سيتي اون بون اني على ليكول وهذا والحمد لله اون اي نوتر باك اي اون اي تري كونتان و اون اي تري كونتان جابو نفتح لو ام بلوتو فرحوا بينا وجابونا هنا اي اون ا باسي اون تري بون اني الحمد لله اي فوالا دايره فيزيك اوبسيون فرونسيز والحمد لله كانت اون اني موفقه الحمد لله قرينا مزيان وربي ما خيبناش وانا انا بيرسونيلمون جي اون بون نوت مونسيون تري بيان جي اون مونسيون تري بيان سي 69 والحمد لله دابا اون بريبار لي كونكور خاص دابا لو سيريو باش يوفق لينا الله تف لي زيتود سوبيريور ان شاء الله ما عندهمش ماشي يخافوا الا بديتي كتقرا من البدايه تي با اوبليجي تخدم بشي ريتم قاصح سير بطون غيد كون دايما اجور بشويه عليك وان شاء الله كاع داكشي اللي كتقرا راه هو اللي كيتحط في الباك يعني داكشي اللي قريناه هو اللي تحط في الباك الا قريتي من نيتك ومن الاول العام ما عندك مناش تخاف ان شاء الله خاص تكون سورتو متيقن من لو شوا ديالك سواء دير سيونس مات سواء اس بي تي سواء فيزيك خاصك دير داكشي اللي غترتاح فيه باسكو داكشي اللي كيلعب بحال دابا انا جي اون بون نوت ان اس بي تي هي اللي عاوناتني على داك باش نجيب الباك ديالي خاصك سورتو لو شوا ديالك ما خاصش يبزو عليك حتى واحد لا تي بارون لا بحال دابا انت داير سيونس مات زعما باش تبان على الناس ايتو خاصك دير داكشي اللي قاد عليه واللي كترتاح فيه وصافي ابخي داكشي اللي كتقرا توت لاني هو اللي كيتحط في الباك الباك راه في الاول كي كتسمع الباك كتخلع من كتجي دوزو راه سي ان حتى ان اكزامان عادي كندوزو صعب منه في نو زيكول دونك خاصك غير تكون ثيق في راسك ودوز اون بون اني وكلشي غيدوز مزيان اليف على ليكول ياسمين وازيس Je suis bachelier, j'ai eu mon bac avec mention bien, filière physique-chimie. J'étais un peu déçu de ma note, mais en général, en gros, alhamdoulilah, c'est un grand événement. Merci, je remercie mon école. D'ailleurs, ça fait 6 ans que j'y étudie. Et j'attendais ce jour-là depuis que j'étais petit, avoir mon bac dans mon école que j'adore. من غراند ايكول ياسمين وياسمين طبعا اليوم نحتفلوا بنهايه الموسم الدراسي وفي هذا الحفل ان شاء الله غادي نتوجوا المتفوقات والمتفوقين من تلاميذ شهادات البكالوريا دوره يونيو 2018 وهذه مناسبه غاليه على جميع الاطر التربويه والاداريه في هذه المؤسسه وطبعا كانت النتائج جيده وكان هناك يعني تميزات وكانت يعني نتائج في المستوى واليوم هذا يوم التتويج ويوم التكريم لكل هاد التلاميذ اللي هما تفوقوا ان شاء الله وكنتمنى لهم مستقبل زاهر ونجاح باهر في في في, في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه المهنيه وفي الحياه الخاصه ان شاء الله